مساء النور والسرور باسانت وصبحي يسعد مساكم ومسا كل مشاهدي ترندينج. حبيبتي منورانا يا هند، منورانا واول مره معانا في ترندينج. مع انك دايما بتكوني موجوده بالمبنى، يعني مرت الجاي راح تقعدي هون في الميك اب روم. هند، بالبدايه الكل بيعرف انه المنتخب الكرواتي احد المرشحين الكبار للفوز بالكاس وهو فريق قوي، فشو كانت ردود افعال الجمهور على النتيجه اليوم وشو كانت توقعات لنتيجه المباراه قبل المباراة؟ صبحي، نحن سعيدين جدا 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 بالتعادل امام المنتخب الكرواتي. جينا على ارض الملعب شفنا انه المنتخب الكرواتي كان صعب، وفي المقابل ايضا منتخبنا المغربي كان قوي جدا، قدم مستوى جيد. كان عندنا بونو الله يسعده دنيا واخره، يعني قدم مباراه جميله الحارس الله يحفظه. عجبني كمان التعليقات اللي كانت بعد المباراه، كان في روح جميلة 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 في الملعب، والأجمل واللي يعني لمسني داخليا ولمس كل مغربي حضر سواء في المباراة أو شاهد المباراة أو بيشوف من خلال السوشيال ميديا، أنه كل واحد لابس التيشيرت للمنتخب المغربي. لما بسأله أنت مغربي من وين؟ بيقول لي أنا من السعودية، أنا من الكويت، أنا من مصر، أنا ما بعرف من الأردن، أنا من سوريا. هذا كان فرحة عربية لنا طبعًا جميعا طبعًا. ونتمنى أنه نحن كمنتخبات يعني عربية مشاركة في هذه النسخة الاستثنائية اللي تقام لأول مرة على أرض عربية هنا في قطر، أن تكون يعني فالخير على العرب. وأكيد يا رب السعودية أعطتنا الفوش الكبير ولله الحمد. صحيح. طيب هند، عايز أسألك حاجة، بما أن المباراة أريد شفنا أن التعادل فيها كان سلبي ولكنها فرحت الجميع، بس أنت شفتي تمنيتك تكوني معنا من قلبي للمغرب اليوم طبعاً. كان الجو كنتي ناقصة والله. يعني هلا تمنيتي دقيقه شوي اقطع علي في الفان زون ولو لحظه واحده بس، ان الصبح يكون معي في الفان، لانه شوف الجو سعيد، بيشبه روحكم انتوا الاثنين حبيبتي. يعني بس انا عايز اقول لك حاجه، انا هنا في دم مغربي فعشان كده يعني.